بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي، أهلا وسهلا بيكم وحلقتنا على الهواء مباشرة المسلمون يتساءلون. تاني بفكركم بصفحتنا على الفيسبوك وبشكركم على تفاعلكم وعلى اختياركم للموضوعات، إنها بتبقى بنلمس نبض حضراتكم من خلال اختياركم للموضوعات. احنا طبعا بشكر زملائي الحقيقة في الإخراج وفي الإعداد وفي كل حاجة، بيساعدونا ان احنا نطلع بالشكل المناسب لحضراتكم، وبشكركم على تفاعلكم وان انتم تقولوا لنا انتم عايزين البوصله تكون متوجهه فين، نعرض الموضوعات وانتم بتختاروا معانا، واسئلتكم اكيد محل اهتمام. الاسبوع اللي فات فتحنا موضوع مهم جدا، وهو ان كل الناس ببساطه كده، انا بحاول طبعا اوصل اللي انا عايز اقوله لحضراتكم وبلغه الشارع بلغه الناس يعني. كنا فاتحين موضوع ان الناس حاسه ان فلوسها مش مقضيه، إن الناس حاسة إن مفيش بركة في الفلوس، كل واحد حاسس إن يا دوبك الشهر بيعدي، المرتب يكفي أو ما يكفيش، واستلف من هنا واستلف من هنا، مفيش بركة، مفيش يعني مفيش حاجة خالص. طيب هل ده ليه علاقة؟ أنا عارفين إن في ظروف اقتصادية وي 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 زي ما أنتوا عايزين تقولوا قولوا، لكن ده حتى من غير الظروف الاقتصادية ليه أسباب تانية. إنك حتى عشان ربنا يجيب دعوتك لازم يكون مالك حلال أصلاً. أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. في ناس مفيش بركة في فلوسها، لو خد جنيه لو خد 10 زي 20 زي 1000. طب إيه القصة؟ احنا اتكلمنا في الحلقة في الأسبوع اللي فات عن المال السحت، أموال كتيرة بتخش بطننا وبطن عيالنا وبطن أسرنا وإحنا مش دريانين إنها أموال حرام، يا إما دريانين وعارفين ودي مصيبة تانية وتعودنا عليها. وفترات قبل كده كنا أنا كنت بقول إيه، حاطين إيدينا في جيوب بعض. يعني إيه؟ يعني أنا أجي لحضرتك مكانك في الشغل، انت جيت لي تعالى لي بقى تفتح لي الدرج تزهقني، فاكرين فيلم عسل اسود؟ زي القصه دي. انا تجي لي عندي في مجالي، انت جيت لي طب تعالى لي، وهكذا. فبقينا حاطين ايدينا في جيوب بعض بنكمل بيها حياتنا وبنبني بيها يعني حياتنا كلها، بنعلم عيالنا منها ونتعالج وناكل ونشرب، وانتشرت الامراض ومفيش بركه، كل ده من المال الحرام. اتكلمنا زي ما قلت في الحلقه قبل كده عن مال السحت، اتكلمنا عن مال الحرام، الناس اللي ما بتورثش البنات في بعض الاقاليم تاكل اموالهم، ما ده اكل مال، اكل مال يتيم، كل الامور دي كلها كان اكل مال حرام، اكل مال سحت. النهارده عايزين نتكلم عن حاجات انتوا اللي هتقولوها بنفسكم، الرشاوه وداخل فيها الاكراميه، امتى تبقى رشوه وامتى تبقى اكراميه، داخل فيها الفهلوه والتخليص، الناس اللي بتخلص، داخل فيها العمولات، داخل فيها اكل، حتى مش بس فلوس، اكل وقت، هو وقت المال العام ووقت العام، الوقت العام، وقت الناس، وقت ملك الدوله، ملك العام، الناس كلها، الشأن العام. امور كتيره جدا. عايز اقول لكم ان الرسول عليه الصلاه والسلام نفسه تعرض ان هو يترشي، وفي اكتر من كده هيقولوا ده في حلقتنا الكريم، ان عرضوا عليه قالوا له عايز مال نديك، عايز جاه وسلطان نديك، قال له وضعت الشمس في يميني والقمر في يميني، زي ما انتم عارفين ما اترك هذا الامر، يعني كانوا عايزين يرشوه عشان يسيب الدعوه. يبقى اعظم خلق الله نفسه اتعرض للرشوه. يبقى النهارده هنتكلم عن الرشاوي، هنتكلم عن التوسط، الوساطه، الوساطه هل تبقى حلال وامتى تكون حلال وامتى تكون حرام. يبقى لازم ننقي ونطهر. امبارح واحده سالتنا على الهوا قالت انا عايزه اطهر مال ورثوا ابني، انا حاسه الناس اللي عيان واللي مكسور واللي كذا واللي كذا، نطهر المال ازاي؟ يبقى لازم نطهره من مصدره كمان ان شاء الله. انا اسف على التطويل، لكن حلقتنا هتكون مع عالمنا الكبير الدكتور محمد وهدان، استاذنا وعالمنا الكبير. مرحبا استاذنا الدكتور. اهلا وسهلا، وكل لحظه وفضيلتك بخير. كل عام وانت بخير، والمصريون جميعا بالف خير، وكل العالم بالف خير ان شاء الله. مش عايز اطول خلاص، انا شرحت اللي جوايا للناس، عايز اسمع، عايزين نسمع من حضرتك. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، سبحانه خلقنا ورزقنا وأعطانا من الخير ما لا يعد ولا يحصى. قال موسى عليه السلام: يا رب العالمين ماذا تقول للعبد المصلي؟ قال: أقول له لبيك. قال: يا رب فماذا تقول للعبد المزكي؟ قال: أقول له لبيك. قال: يا رب فماذا تقول للعبد الصائم؟ قال: أقول له لبيك. قال: يا رب فماذا تقول للعبد العاصي؟ قال: أقول له لبيك 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 يا عبدي. يا عبدي أطعتنا فقربناك، وعصيتنا فأمهلناك، وإن رجعت إلينا بعد ذلك قبلناك. فإذا اصطلح العبد مع ربه، إذا اصطلح العبد مع الله سبحانه وتعالى، سطع نور بين السماء والأرض، ونادى مناد من قبل الله عز وجل: أيتها الخلائق هنئوا فلانا ابن فلان، فقد اصطلح مع الله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الحبيب المحبوب وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الله سبحانه
سبحانه وتعالى أمرنا بأن نتحرى دائما وأبدا الحلال، فقال النبي عليه أفضل الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: الحرام بين والحلال بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن استبرأ لدينه فقد استبرأ لعرضه ودينه، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن حمى الله سبحانه وتعالى في أرضه محارم. فعلينا ألا نأتي محارم الله سبحانه وتعالى. وكلنا يعلم القول المأثور لسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن إبليس عليه لعنة الله يسأل عن العبد الذي يقف بين يدي الله طوال الليل. العبد بصلي ربنا طوال الليل، فيسأل إبليس: هل انظروا إلى مطعمه، مطعمه حلال ولا حرام؟ فتقول له الشياطين: إن مكسبه ومطعمه حرام. فيقول: ضروري، فقد كفاكم هم نفسي. خلاص هيقعد يصلي ويتعب نفسه وليس له ثواب عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك فالإسلام الحنيفي يا أستاذ محمد حرم الرشوة بكل أنواعها أخذا وعطاء وتوسطا. حرم الإسلام الإكراميات أو اللي احنا بنسميه نحن الحلاوة، إنك لك إن واحد يضغط عليه يقول لك لازم تدفع لي حلاوة، لازم تدفع لي شيء معين، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نتحرى الحلال. فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. الراشي هو من يدفع الايه المال، المرتشي اللي هو من يقبل المال، الرائش هو الواسطة فيما بين هذين الاثنين. يعني شوف بقى ملعونين زي إبليس بالظبط، وربنا سبحانه وتعالى لن يبارك لهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. طيب نفرق ازاي بقى الامور، يعني نطلع كده ايه الفروقات الشعرة اللي بين دي وبين دي. امتى تكون رشفة وامتى تكون اكرامية؟ ما الاكرامية يعني انا واحد مثلا، هل هو واحد تعب لي في حاجة فانا عايز اكرمه عرقه زي ما بيقولوا؟ نعم. زمان تفضلت حضرتك الحلاوة. نعم. يعني شوف حياتك يا استاذ محمد، يعني المسلم دائما وابدا يتحرى الحلال. المفروض انا مثلا كموظف في عملي لابد ان اخدم الناس جميعا، اخدم الناس بما يرضي الله سبحانه وتعالى. واذا جاء الرجل بقى صاحب المصلحه وجي في الاخر اداني حاجه، فهذه بالنسبه لي حلال لانها جاءت على الرضا. لكن المشكله انني اكون في عملي لا اعمل ولا انتج ولا اقضي مصلحه للناس الا بعد ما افتح الدرج والناس تحط لي فيه فلوس، هذه هي الرشاوه وهذا هو الحرام وهذا هو الذي يغضب الله سبحانه وتعالى. لكن لو انك واحد جاب لك كوبايه شاي ويستحق عليها جنيه، انت اديته 2 جنيه، اديته 3 جنيه، اديته 5 جنيه، اديته 10 جنيه، هذا صحيح ومقبول. في فرق بين الهديه وبين الرشوه. الهديه النبي عليه الصلاه والسلام قال: تهادوا تحابوا. يعني صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام يعني اذا ده بيقول لك تهادوا، ده بيأمرك. نعم. يبقى اذا الفرق امتى تكون هديه وامتى تكون حاجه ثانيه؟ تكون هديه اذا كنت انا مش في منصبي، مش في مكان، ماليش مصلحه. يعني لو ان موظفا مثلا جاء لرئيسه في العمل او مديره في الشغل وقدم له هديه عشان الشغل، هذه مرفوضه. لكن لو كان ده طلع على المعاش وراح زاروه في البيت وبقت العلاقه بينهم موده، فهذه هديه مقبوله ويقبلها الله سبحانه وتعالى. وذلك عندما نتامل في القران العظيم نجد ان القران العظيم يا استاذ محمد يذكر لنا سيدنا سليمان عليه السلام عندما أهديت إليه هدية فرفضها. رفضها ليه؟ لأنها لم تكن هدية وإنما كانت إيه؟ رشوة. عندما كانت بلقيس ملكة سبأ تريد أن تختبر سيدنا سليمان عليه السلام، فقالت: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما سيدنا سليمان جاءته الهدية إذا به يرفضها رفضا قاطعا ويقول: أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون، وأرجو أن تضع معي 10 خطوط تحت كلمة بهديتكم. لم يقل لهم بهذه الهدية، هو اعتبرها بالنسبة له رشوة وأنها ليست له حقا. ولذلك وجدنا أيضا أن سيدنا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه كان واسطة بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبين أهل خيبر من اليهود، فجاءوا بذهب من نسائهم وأعطوه رشوة لسيدنا عبد الله بن رواحة، وقالوا له: قل لرسول الله يخفف عنا. فرفض أن يأخذ هذه الرشوة وقال: والله إنكم لأبغض خلق الله سبحانه وتعالى إلي،
وإنني أرفض هذه الرشوة لأن الله سبحانه وتعالى حرمه على كل شيء قدير. طيب دلوقتي برضو من الأسئلة الحقيقة اللي هي بتجينا على صفحتنا بيقولوا لنا طب افرض حضرتك إن أنا عندي ليا حق يعني ليا حق في الدولة، ليا حق عند واحد افترى عليا مش عارف آخد حقي. نعم. وهو بيستغل بيعمل رشاوي عشان هو ياخد حقي أنا وأنا مش عارف أعمل ده، هسيب حقي بقى؟ لا تترك حقا لك، ده الإنسان الذي يترك حقه يحاسبه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة عندما يقف. لو ليك حق لازم تاخده، بس تاخده زي يا أستاذ محمد، لابد أن تأخذ هذا الحق بالطرق المشروعة التي ترضي الله سبحانه وتعالى. يعني أنا أرى أن بعض الناس عندما يكونوا أصحاب حق فيأجروا مجموعة من البلطجية ويأخذون حقهم بالعافية، هذا في شغلنا كانت كده، هذا مرفوض، يعني في حد شغلته هذا كده. حرام يا أستاذ محمد. هذا حرام، من عصى الله فيك فلا تعامله إلا بأن تطع الله سبحانه وتعالى فيه. إذا كان هذا الرجل قد أخذ حقي وما إلى ذلك، فإن واجبي أن أخذ حقي بالطرق المشروعة التي ترضي الله سبحانه وتعالى. لكن أنا ما أجيبش أجرش مجموعة من البلطجية وأروح أخذ حقي بالعافية. أمال الدولة فين وسلطات الدولة فين؟ ألجأ إلى الدولة، ألجأ إلى القضاء، ألجأ إلى القانون وما إلى ذلك، أحاول مرة واثنين وثلاثة وأربعة. وخد بالك من القاعدة اللي بتقول لا يضيع حق وراءه إيه؟ مطالب. أنا لو عدت أطلب حقي ودافع عنه ما بالطرق التي ترضي الله سبحانه وتعالى، زي ما الرسول علمنا وإذا رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، فأولئك إذا اقتضى يعني إذا طالب بحقه يبقى كان رجلا سمحا. لكن يجيب مجموعة بلطجية وروح يعتدي على الناس ويأخذ الحق بالعافية، هذا مرفوض. هنتحول بقى إلى غابة يعني يأكل القوي الضعيف. وخد بقى حياتك كلنا، فإذا ما خدش حقه هياخده قدام ربنا سبحانه وتعالى. وحياتك عارف يا أستاذ محمد وكل سادة المشاهدين ان احنا بنقرأ مالك يوم الدين 17 مرة في سورة الفاتحة في الصلوات المفروضة. مالك يوم الدين دي يعني ايه؟ يعني هنقف اذا ما خدتش حقي في الدنيا بقى، حاولت اخده في الدنيا وما عرفتش، اكيد هاخده مالك يوم الدين عندما نقف امام الحق سبحانه الله. وتعالى. يعني معايا اتصالين بس كنت عايز اسأل حضرتك، في ناس بتروح تحج وتعتمر وكل سنة الله اعلم بقى الفلوس حلال ولا حرام، لو كانت حرام يا دكتور هل تقبل مني هذه العبادة؟ هل بتطهرني؟ هو فاكر ان كل سنة بيغسل نفسه ويقول لك انا راح اجاوب بسرعة. لو ان رجلا عنده فلوس جاب فلوس حرام وراح يحج بها، هي قال الفقهاء تشبه الصلاة في ثوب مسروق. يا سلام. واحد بيصلي بجلابية مسروقة او في بجامة مسروقة او في بدلة مسروقة، الصلاة صحيحة في حد ذاتها، لكن ثوابها فين؟ ملها الثواب. ولذلك لابد أن يكون ملء الحج تحديدا من الحلال، من الحلال الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. شوف أهل مكة زمان الكعبة كان المفروض تبقى أكبر من كده بكتير، لكن ما كانش عندهم فلوس حلال يبنوا بها الكعبة فاكتفوا بذلك. فعشان كده مهم جدا أن احنا نتحرى الحلال حتى يقبل الله سبحانه وتعالى منه. والحقيقة حضرتك قلت في أول حلقة الشيطان قال لهم خلاص خليه يتعب بقى، خليه يتعب ويتعب وكل ده في الهواء، خليه يتعب بقى. في ناس بتروح كل سنه بتعمل يا استاذ محمد حاجه اسمها غسيل ذنوب. يعني عندهم فلوس كتير قوي فيروحوا كل سنه ويروحوا يعملوا غسيل ذنوب، فكر ربنا غفر له ان هو لما راح وخلاص ربنا غفر له. هيضحك على مين بقى؟ بيضحك. لكن هيضحك على مين؟ هيضحك على ربنا. انت لما تروح هناك في هذه الاماكن لازم تراعي حاجه، وما انت رايح ليه؟ رايح ترضي ربنا ولا رايح تعمل شوبينج ولا رايح تشتري لقب ولا رايح ليه؟ انت لازم تسال نفسك عندما تذهب لهذه الاماكن المقدسه، ويكون الجزاء على قدر النية، والله أعلى وأعلم. تمام يا فندم. أستاذ أشرف السلام عليكم. باشمهندس أشرف. أتكلم الدكتور محمد بعد إذن حضرتك. تفضل يا باشمهندس. تفضل يا باشمهندس، أهلا وسهلا. حضرتك أنا عندي سؤالين يا دكتور. تفضل يا أخي. أول سؤال، أنا عندي مشروع تجاري وكنت بطلع عليه الزكاة عادي خالص، وبعدين في الفترة الأخيرة دي من سنة فاتت المشروع أصبح خاسر، هل علي الزكاة؟ كنت انا بستثمر مثلا 1,000,000 جنيه في مشروع وبعدين المشروع كان كسبان وكنت بطلع عليه الزكاه المفروضه اسلاميه. يعني بقالك سنه ما طلعتش يا استاذ اشرف. دلوقتي انا خسران، المشروع خسران، هل يجوز عليه الزكاه؟ المشروع لكن خسران، لكن انت لكن المال اللي بتعمل فيه قد ايه؟ المال تعدى النصاب، لسه في مال تعدى النصاب؟ تعدى النصاب والله راس مال كبير، ولكن ما فيش بيع، التكلفه الثابته عليا تعد عليا خساره اللي هي تكلفه التشغيل او الاستمرار في العمل. فعايز اعرف اذا كان ده عليه زكاه ولا لا. بشكرك شكرا جزيلا. حضرتك على الحقوق اللي كنت بتتكلم عليها دي، لو ليا حق عند واحد ومش عارف اسويته هل يجوز ليا ان انا اسرقه؟ ما كنت لسه بساله يا استاذ اشرف بالظبط كده. حاضر يعني اتكلمنا فيها. حاضر واضح اهو، انا ممكن اسرقه لكن هل يجوز ليا اسلاميا ان انا؟ ما هو قال الدكتور لا يجوز ليك يا استاذ اشرف. حاضر عينينا الاثنين. حاضر شكرا جزيلا. استاذه ناهد السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا اتفضلي. لو سمحت انا ليا برضو سؤالين. اول سؤال، انا عندي بوليس التامين على الحياه لمده 10 سنين. ايوه. نظرا لاني خايفه ان انا ما اعيش السنه الجايه، فكنت بطلع الزكاه بتاعها اول باول كل سنه. يعني السنه دي 2000، السنه اللي بعدها 4000 وهكذا. دلوقتي خلصت البوليسه. سمعت فتوى ان المفروض ان انا ادفع على المال كله لما اخده. طب اللي انا دفعته ده كله هينفع ان انا كده ابقى خلصت الزكاه بتاعها ولا اعيد تاني لما اقبضها؟ لا يعني انت حضرتك كنت سنه بسنه بتطلعي على قيمتها كلها. مش كلها. أما انا هي ب 20,000. كل سنه بدفع 2000. كنت السنه دي هي اصلا الزكاه مش على اقل على اكتر من 20,000. بعدها 6 وهكذا. طب حضرتك عندك فلوس تانية غير البوليس التأمين؟ عندي. وبرضه السؤال التاني انت عارف قلت له لا، لحظة واحدة بس، لحظة واحدة يا أستاذة هناية. يعني حضرتك ال 20,000 دول بس بتوع بوليس التأمين، في فلوس تانية كل ده بيخليك تعدي النصاب بقى، لأن النصاب أكتر من 25. طبعا عندي النصاب أكتر الحمد لله. بس كده حاضر. إيه تاني بقى؟ السؤال التاني حضرتك إن أنا عندي شهادات في البنك بتطلع لي ريع كل 6 أشهر. أنا برضه بطلع على رأس المال بتاع الشهادات مش عن الريع. برضه أخدت فتوى قبل كده ان انا باخد لما باجي اطلع الريع بطلع منه الزكاه عن الاصل المالي بس من الريع. فدلوقتي جات لي فتوى برضو قالوا لي لا ده المفروض على رمضان بتطلعي. طب انا العائد بتاعي مش في رمضان. صحيح. انا موظفه. ماشي. يعني دخلي ما اقدرش ان انا في اي شهر كده ادفع الزكاه كله. يعني حضرتك مثبته رمضان خلاص؟ انا مش في رمضان بدفع، انا بدفع على الريع وقت الريع. وقت الريع ده مش في رمضان. حاضر حاضر. انا مش عارفه اعمل ايه بصراحه. حاضر حاضر. شكرك شكرا جزيلا. نبتدي بالاستاذ اشرف. نعم. المشروع التجاري بتاعه جه بقاله سنه خسران. نعم. لكن في النهايه هو المبلغ متعدي النصاب. شوف يا استاذ محمد قولا واحدا. الزكاه واجبه في المال بشرطين. ان يحول عليه الحول اللي هو سنه هجريه وان يتوافر فيه النصاب. النصاب كم؟ ما قيمه كم؟ 4 ما قيمه 2.5%. 2.5% هيطلع 2.5%. يعني على كل 1000 جنيه 25 جنيه. على كل 100 جنيه على المال يعني 2.5 جنيه بعد مرور سنه. اذا توافر فيه النصاب يعني ازداد عما يقرب من ما قيمه 84 جرام ذهب. ده يعني النصاب يعني تقصد النصاب حضرتك النصاب عليه اللي هو يعني يصل الى حوالي 35,000 او 32,000 جنيه. يبقى في هذه الحاله اسعار الذهب دلوقتي؟ تقريبا يعني يشوف اسعار الذهب ويعمل ايه؟ انا تقريبا كده. بس هي معديه ال 25 على الاقل. معديه ال 25 لكن هي معديه ال 30 كمان دلوقتي. طيب. فاذا اقل من 84 جرام ذهب في هذه الحاله ليست عليه زكاه على الاطلاق. لكن اذا تجاوز يبقى في هذه الحاله عليه الزكاه 2.5%. وده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيطمنا وبياكد لنا. صحيح حتى لو خسرت لكن برضه لازم تطلع الزكاه. لما تطلع الزكاه ان شاء الله اكيد انا متاكد ان ربنا هيكرمك وهيبارك لك وهيعوضك خير ان شاء الله. لان وعد الرسول صلى الله عليه وسلم حق من وعد الله سبحانه وتعالى. ورسول قال لنا في الحديث الصحيح 3 احدثكم بهن حديث صدق، وذكر منهن ما نقص مال من صدقه. الزكاه ما بتنقص من الفلوس، بتطهر المال وبتزكيه. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها. انت ما تطلع الزكاه اكيد ربنا هيباركك ويكرمك ان شاء الله. يبقى مالناش دعوه بالخساره مالهاش علاقه دعوه بشرطين. نعم. عدى النصاب وفات الحول وحال عليه الحول. مدام ناهد سالت حضرتك عن بوليس التامين الاول. نعم. مش هنخش بقى بوليس التامين على الحياه فيها حلال ولا حرام لان فيها بعض الاقوال، لكن هنخش على انها ثمنها او قيمتها 20,000 خلاص. عندها تاني انا بقى بجمع كل اللي عندها مش هسال. نعم. بطريقتها. نعم. هسال بطريقه تانيه. عندنا بوليس التامين، عندنا شهادات بتطلع كل 6 أشهر رسمي على راس المال. هي تطلع ازاي بقى القاعده العامه ازاي؟ يعني تيجي اخر السنه هي حاطه الفلوس دي في البنك والشهادات الاستثمار، وتيجي اخر السنه متعوده انها تطلع الزكاه مثلا في شهر شعبان او في شهر رمضان او في شهر شوال. في اي وقت. يبقى في هذه الحاله عندما ياتي شهر اللي هي بتطلع فيه الزكاه تشوف اللي عندها المبلغ اللي عندها كام كله في الموجود في البنك، سواء المصروف او غير المصروف، مبلغ كام بالظبط تحديدا، وتطلع عنه الزكاه كله وكله وسوف يقبلها الله سبحانه. يعني اي فلوس عندها في الربح. البنك كانت بوليس التأمين كمان بتطلع عليها. نعم. هي طلعت عليها سنه بسنه بتقول قبل كده. نعم. ما هي بدات تطلع تاني. طلع على السنه الجديده. يعني السنوات اللي فاتت طلعت خلاص ربنا يقبل منها سبحانه وتعالى. السنه دي تشوف ال 20,000 مع المبالغ اللي عندها كلها مع كل اللي موجود عندها ومر عليه السنه وتطلع عنه الزكاه كامله. بس كل. انا عايز اقول حاجه مهمه جدا، حته بقى المال الداخل الخارج دي. يعني حته زي ما حضرتك تفضلت وهي قالت برضو قالت انا ماليش دعوه مثلا برمضان، انا ليا دعوه ان انا بتطلع هي كل 6 أشهر بتطلع لي حاجه. نعم. فانا بتطلع في ساعتها كل 6 أشهر ولا اطلع في نهايه الحول ولا تعرف الداخل الخارج ده ازاي؟ البعض يقول في نهايه الحول، البعض الفقهاء يقول انها
طلع اذا مر عليها الحول طلع الزكاه. وهناك بعض العلماء المعاصرين يسموه في زكاه بيقول لك اسمها زكاه المحسنين. ايه زكاه المحسنين دي؟ قال لك كل ما يخش في جيبي 100 جنيه اطلع عليه 2 جنيه ونص لله، اي مبلغ يخش جيبي اطلع عليه لله سبحانه وتعالى، وربنا اكيد هيكرمني. فهي بالخيار، اول ما يجي لها المبلغ طلع الزكاه. بس انا عايز اقول حاجه مهمه جدا في مساله التامين على الحياه تحديدا. استاذ محمد، التامين على الحياه يعلم الفرد بلاده الحس الايماني، وده مش كلامي، ده كلام الشيخ الشعراوي رحمه الله. طب انا عايز امن على حياتي، وعايز امن على حياه ولادي، عايز امن على حياه مراتي. الناس دلوقتي في حاله خوف بما يحدث في مصر الان، ان شاء الله ربنا يامننا من خوف ان شاء الله. لكن انا عايز اقول ازاي امن على حياتي وعلى حياه ولادي. انا لازم ادفع قسطين اتنين بس. يعني ايه القسطين الاتنين دول؟ اللي ادفعهم لله سبحانه وتعالى، ربنا ذكرهم في القران يا استاذ محمد عشان امن بيهم على حياه ولادي وحياه ايه اطفالي. قال الله سبحانه وتعالى في القران العظيم: وليخشى الذين من فيهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، يعملوا ايه؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فاحسن نظام تأميني في القرآن، القرآن هو يا جماعة في نظام تأميني عظيم جدا. عايز تأمن على حياتك وحياة ولادك، ادفع قسطين اتنين بس: تقوى الله والقول السديد. تقوى الله يعني ايه؟ ان يجزك الله حيث امرك والا يراك حيث نهاك. اما القول السديد يا استاذ محمد فهو القول الحق، والا تجامل الناس على حساب الله سبحانه وتعالى، بل دائما وابدا تلتزم بما يرضي الله. اللي يرضي ربنا تقوله، واللي ما يرضيش ربنا ما تقولوش، وتكون دائما وابدا مع الله سبحانه وتعالى. جميل دكتور، بس انا عايز اكد على حاجات ليا ولكل الناس تاني. نعم. ان برضه عدم تطليع مال الزكاه ده مال حرام برضه. نعم. يفسد المال وما يطهروش. صحيح. طيب، فتاني باكد لمدام ناهد ولكل الناس انه في اكتر من طريقه تطليع الزكاه خلال. نعم. العام. يا اما ابقى عارف ان انا مالي بطلعه في نهايه الحول، وشرعا المفروض الحول الهجري يعني زي ما قالوا. نعم. طيب. واحد بيحدد له شهر زي شهر رمضان او غيره. وفي حضرتك قلت زكاه المحسنين. نعم. اللي هي او باو، بس دي ما فاتش عليها حول. نعم. على فكره ما في شرط مش موجود، بس هي محسنين ادفعها مقدمه. ده محسنين احسان، عشان لو حصل لي موت ولا حاجه ربنا يكرمني ان شاء الله. وفي بعض العلماء، وانا ده بعرضه على فضيلتك، قالوا ان انا بكتب مع ورا نفسي، يعني مثلا مال ده مر عليه 6 اشهر يعني انا بعرف ده دخل امتى ومر عليه الحول امتى. نعم. بكتب فبسهل على نفسي. نعم. لو صعبه باجي في نهايه الحول بيقولوا كل اللي عندي بطلع. وده الافضل والايسر. ده الافضل والايسر ان شاء الله. نعم. تمام. استاذن فضيلتك في فاصل واحبائي في فاصل، ومستنيين حضراتكم بعدي. اتفضلوا.